اولا انا جد سعيد بالتواجد ديالي في عمل ديال عين كبريت. السبب الاول هو انه عمل يعني كنعتبره عمل وطني كيحمل الهويه المغربيه، فيه شويه ديال التاريخ ولكن بزاف ديال التراث، وحنا في امس الحاجه للدراما من هذا النوع ديال الدراما. كيتخوفوا منا بزاف ديال الناس، كيتخوفوا منا بزاف ديال المنتجين، ولكن القناه الثانيه والشركه المنتجه يعني مشكوره انها دارت هذا الاختيار ومشات لهذا الاختيار اللي ماشي سهل، لانه كيتطلب امكانيات في الملابس، كيتطلب نص يكون مضبوط، كيتطلب مخرج يكون متمكن من 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 من, من, من الادوات ديالو، كيتطلب سيناريو يكون مزيان. وبصراحة يعني هاد الحلقات اللي داروا حتى الآن ثلاثة الحلقات، السلسلة فيها أربعة الحلقات، يعني لقات واحد الإقبال ولقات واحد الإشادة، وحنا سعداء بهذه التجربة. واللي نتمنى أنه التلفازة لا القناة الأولى ولا القناة الثانية وحتى المركز السينمائي المغربي أنه يفكر في أعمال عندها علاقة بالتاريخ، أعمال عندها علاقة بالتراث، الهوية ديالنا شي حاجة اللي خاص الدار نورمال. سيت كومات انا شاركت فيها وممكن نشارك فيها، ولكن خاص اعاده النظر في التصور العام ديال لي سيت كوم، لانه كاين اشكال. هاد لي سيت كوم يعني تبتات تجربه بانهم فيهم يعني بزاف ديال المشاكل على مستوى الكتابه، على مستوى المواضيع اللي كتار، على مستوى حتى بعض المرات ما نقولش الكاست، لان انا ممثل وهذوك ممثلين، وبالتالي اي كلام غيكون شويه ماشي في محله. خص اعاده النظر في خلق فرجات رمضانيه فيها الا بغينا كنقلبوا على فرجات فيها نفوجوا الناس، ماشي بالضروره السيت كوم. كاين تعطى تقلب ونبدعوا في فرجات اخرى اللي ممكن تعطي نتيجه، لان وصلنا لباب مسدود، وصلنا لباب مسدود في علاقه المتفرج بالسيت كوم. انا كنجس نبدا، انا ما غنعطيش رايي الخاص لانه انا كيبقى دائما مولد الميدان، ولكن ملي كنشوف الراي ديال الاصدقاء والعائله والناس، احنا عايشين في مجتمع كنحسوا بالمجتمع، يعني كنجس النبض، كنلقى واحد الشعور الى حد ما بالنوع من الاستياء في علاقه المتفرج بالسيت كوم، ونتمنى نكون خاطئ في هذا الشعور. يعني كاميرا خفيه راه اشكالتها هي كذلك، كاميرا خفيه يعني كيبقى برنامج اللي خاص اعاده النظر فيه، يا اما دار شي كاميرا خفيه بشي كونسيبت اخر، بشي كونسيبت اخر اللي فيه شويه ديال المصداقيه اللي تخلي الجمهور انه يتفرج في ذاك المنتوج وتيق فيه، لانه دابا يقال انه راه الناس عارفه والجو دون لو جو، هذه المساله شي شويه ماشي صحيه. اش نقول لك، يعني تابعت شيء ما في مسلسل ديال كاينه الظروف ديال السيد ريس الروخ والطاقم ديالو، يعني كيبقى عمل لحد الان اللي شاد الجمهور، العمل اللي فيه واحد المجهود كبير على مستوى الاخراج، على مستوى التمثيل، على مستوى السيناريو، ودراما اللي حديثه، دراما يعني اللي تيقن فيها الناس. هذا مسلسل بالاضافه للاعمال، العمل ديال عين كبريت في الجانب التاريخي التراثي، كاين العمل ديال كاينه ظروف، كاين يعني مكتوب جوج كذلك، كاين واحد النوع من 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 من, من الاستحسان طرف الناس. الدراما كاين تحسن في الدراما، يعني حتى واحد ما يقدر يقول العكس، كاين تحسن في الدراما المغربيه على مستوى يعني الكاست، على مستوى الكتابه، على مستوى الاخراج، ان نزيدوا نشدوا فيها اللي بغينا ننتقلوا للنوع من الصناعه ديال الدراما التلفزيونيه المغربيه، واللي يشوفوا الناس يقولوا هذه دراما ديال المغرب. خاصها دير واحد شويه المجهود اكثر. كاين هشام الجباري حتى هو من المخرجين اللي كيعطيونا اعمال زوينه، يعني لا في القنوات المغربيه ولا حتى في الام بي سي 5، ما نساوش الام بي سي 5 كيبقى حتى هو حاضر في عند المتفرج المغربي بالاعمال ديالو، كاين سلامات واخا الجزء الخامس، ولكن كيبقى كاين دراما، كاين حضور، كاين طريق الورد كذلك ديال السي هشام الجباري. المهم كسبنا، انا كنقول كسبنا في هذه السنوات الاخيره مخرجين
كسبنا ممثلين، كسبنا منتجين، كسبنا دي سيناريست في الدراما اللي خصنا نشدو فيهم ونزيدو نشجعوهم ونخدموا معاهم باش يعطيونا اكثر. هنا كاين هاد الامكانيه ديال ننتقلوا للمرحله او ننتقلوا للايقاع اكثر فيما يخص الدراما المغربيه. واش غنقول لك اخي، يعني ان لله وانا اليه راجعون اولا ورحمه الله عليه، وانا كنعرفه شخصيا، كنعرفه من خلال اش نقول لك، يعني ما نقدرش نعطي شي تفسير لهذاك الغياب. كلها كان ظروف، وحنا تاسفنا وماشي بالضروره نبان في التلفزيون ولا نظهر في المقبره ونشد الميكرو ونهضر باش نبين بانني انا حاضر. راه احيانا انا شخصيا وقعت لي واحد الصدمه لدرجه ما تبلونطيت، باسكو كنعرفو انا السيد، كنعرفو شخصيا، ماشي يعني ديك الصوره فاش شفتها ما تقتش. انا كنعرفو، كنعرف تاريخه، كنعرف ولد هذه المدينه، هذه ولد جديده، وكنعرف النضال ديالو من اجل هذا المسرح ما يتهدمش. وهذه كانت نقطه، راه بقات نقطه مضيئه في تاريخه هو الشخصي. كاين بزاف الناس ما كيعرفوهاش، الناس كانت تتصور وما كتعرفوش شكون هو السيد اللي جا وقف، وقف قدام في ديك الوقيته، وقف قدام اجهزه امنيه على قد الخلا باش ما يتهدمش مسرح ديال الجديده. يعني هذاك يعني اخر سيناريو كنا كنتصوروا هو هذاك الشيء اللي وقع. لان كنت نتلاقاه كنشوفوا بحكم انه كان موظف مسرح الخميس، وكنجيو نشتغلوا في المسرح، وكان هو كينتج، حتى هو كينتج مسرحيات كيحاول يروجها، يعني كان كيحاول يحط، يعني الله يحفظك، كان كيحاول يحط يعني يثبت الوجود ديالو رغم الاكراهات. انا كنعرف الاكراهات، يعني تاسفنا بشكل كبير زعما بديك الطريقه. ما تبغيهاش العدوك، ماشي ما تبغيهاش العاد المواطن المغربي، وعاد فنان، وعاد مثقف، وكنعرفوا الدور ديالو في تنشيط نادي الاسره في مسرح الخميس، وعلاقته بالمثقفين والفنانين راه كانت يعني بزاف الناس انا اللي هضرت معاهم لقيتهم بحال وقع لهم واحد لوشوك، بحال ما تقبلوش هذيك الفكره ديال جواد غادي يحرك راسه بديك الطريقه وفي اليوم العالمي للمسرح وقدام مسرح الخميس وقدام الوزارات الثقافه. يعني خاص دار حوايج باش ما يتكررش، كما قال الوزير، خاص دار حوايج باش ما عمرنا نسمعوا بحال هذا الشيء. هذه وصمت عار جابينا كاملين. انا كنقول كلنا مسؤولون على ما وقع لجواد، كلنا مسؤولون على ما وقع لجواد، كنقولها وكنسطر عليها. ما كنهضرش على المسؤوليه ديالو هو، الحاله النفسيه اللي علم الله الحاله النفسيه اللي كان فيها هو ديك اللحظه، لان ما يمكنش تصورها، ولكن كنقول كلنا مسؤولون. والفنان خاص اولا خاص القانون الفنان يخرجوا القوانين التنظيميه القانون الفنان، لان القانون الفنان باقي فقط حبر على ورق الى حد ما. قانون الفنان خاص توضع له قوانين تنظيميه تزيد الضبط فيه، ضبط الممارسه ديالو. مازال نوع من الفوضى، مازال الناس كتجيب اللي بغات، كتجي في التلفزيون اللي بغات، كتجي حتى في المسرح احيانا اللي بغات. خاص مؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه للفنانين، كما كاينه مؤسسات في ميادين اخرى، خاص الفنان يكون عنده مؤسسات للرعايه الاجتماعيه. مساله هذا حق من حقوق الفنان اللي يقدر يستفد منها، والحالات اللي كتكون يعني شاده او حالات خاصه كتعتني بها المؤسسه. ما نبقاوش نهضروا مع الافراد، ولا اللي كنمشيو طبيعة الحال جلاله الملك كيحل بالعاديه المشاكل في هذا الشيء، ولكن خاص تكون المؤسسه. يعني حال الوقت انه دار مؤسسه الرعايه الاجتماعيه ديال الفنانين. هذا اللي زعما وصلنا ليها دابا، كما كاين مجالات اخرى كيستافدوا وليداتهم، كيستافدوا المخيمات، كاين مخيمات هاي كلاس ديال قطاعات اخرى. كتجي الفنان غير في هذا الجانب ديال التخييم، كتلقى ولاد الفنان مساكن حتى هو خصو يمشيو للصيف ويمشيو لشي كابانو شاده، كتلقى مشكل. احنا سعداء وكنشكروا الناس اللي كتدعمنا، وكنشكروا الناس اللي كتوقف معنا. والفنان بلا جمهور ما كيسوى والو، والجمهور
أنا شخصيا يعني السند الحقيقي والسند الرقم واحد هو الجمهور. الجمهور كيدعمني في أعمالي لا في التلفزيون ولا في المسرح ولا في السينما. كنحاولوا الفرجة التلفزيونية عندها واحد القواعد، الفرجة السينمائية عندها قواعد، والفرجة المسرحية لها قواعد، ولكن احنا كنرتاحوا في المسرح وكيبقى المسرح هو ذاك الفضاء اللي ديال واحد النوع من الحرية ديال تفجير الطاقات ديال الممثل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.